أعزائي الطلبة والطلبات، معكم السلامات فوزي، والنهاردة معادنا مع المسرحية بتاعتنا All My Sons، كلهم إيه أولادي، Act 2 Part 1، ودي طبعا للكاتب أرثر ميلر. وزي ما تعودنا طبعا في الفيديو هنتكلم مع بعضنا عن السمري، الملخص بتاع طبعا الأكت، وهنحل مع بعضنا إيه exercises أو نشرح الأسئلة مع بعضنا، سواء إيه comments تعليقات أو إيه أسئلة عادية. طبعا هنبدأ بإيه؟ بالأكت 2 بارت 1 في المسرحية بتاعتنا اللي هي إيه؟ All My Sons. All My Sons هنا معناها طبعا إيه؟ كلهم أولادي. نشوف مع بعضنا طبعا إيه الفوكاب اللي هو موجود معانا من بيتش كام؟ بيتش 39 to إيه 48. طبعا أول حاجة هنا suffocating. suffocating هنا يعني خائف أو مختنق. grip يعني عنب. serious يعني بجدية. بعد كده طبعا realize يعني يدرك. scheming هنا يعني تآمر أو maker. وبعد كده هنا aimlessly معناها دون هدف. pick up هنا يذهب ليحضر. suppose يفترض. بعد كده هنا psychic هنا يعني روحاني أو نفسي. salary اللي هو الراتب. educated هنا يعني متعلم. بعد كده هنا طبعا spit هنا يعني يبصق. lawyer هنا المحامي. crucify هنا اللي هو الصلب. jail هو السجن. ميديكال يعني طبي. سيشن هنا يعني طبعا لقاء. كومبرومايز هنا يعني يجد حل وسط او يلائم. اسبرشن هنا يعني ايه تشهير. اسبرجن يعني ايه تشهير. ريزنت يعني طبعا يستاء. ايدياليزم اللي هي المثالية. فوني يعني كاذب او زائف. embarrassment يعني كسوف أو ارتباك الكسوف. favor يعني معروف. بعد كده طبعا عديم المعرفة اللي هي ignoramus. طبعا جاية الكلمة دي من كلمة ايه ignorant أو ignorance اللي هي ايه التجاهل. بعد كده college اللي هي كلية. بعد كده طبعا accomplish هنا يعني يحقق أو ينجز. accomplish. بعد كده كوم هنا طبعا يعني مشط. distinction اللي هو التمييز او الفرق. despise يعني احتقر. guilty يعني مذنب. suspect يشك. accused يعني متهم او متهم. innocent يعني بريء. innocent. بعد كده forgive يسامح. behave هنا يتصرف. whenever هنا في اي وقت. shave يخلق. tragedy يعني مأساة. surround يحيط به. بعد كده او هنا يعني ايه يدين. اول حاجة طبعا في الـ Act 2 Part 1 هنا summary بيقول لك in the evening يعني على المساء outside killer's house، والكلام ده كان ايه بره المنزل بتاع مين killer. Chris was sewing the broken off tree when mother appears on porch carrying a tray of grape. طبعا الأم هتظهر كده وهي معاها ايه صينية كده عليها بعض ايه العنب أو عصير العنب ايه grape juice drink. okay she prepared the juice. طبعا هي جهزت العصير. for George لميل جورج. oh likes it so much اللي هو كان بيحبه ايه كثيرا. Chris asks mother. Chris طبعا هيسأل ماما why she isn't dressing. ليه هي طبعا ايه مش dressing to meet جورج، مش لابسة يعني عشان تقابل جورج. and why father is still asleep. وليه الأب طبعا أو بابا ايه نايم. mother told Chris that father is worried. قالت له طبعا الأب كان بابا كان قلقان. and when he is worried ولما يكون طبعا هو worried قلقان he sleeps هو ايه بينام. Mother is afraid to meet George. ماما طبعا خايفة ان هي تقابل جورج. and asks Chris وبتطلب من كريس to protect them ان هو ايه يحميهم. She's worried هي كانت ايه قلقانة because George never stops accusing Joe لان هو عمره ما بيتوقف نهائيا عن اتهام جو killer of the crime ايه جريمة. She told Chris هي كانت اخبرت كريس if George opens the case لو جورج هيفتح القضية مرة أخرى she couldn't bear that هي مش هتقدر تتحمل ذلك. كريس asks here. كريس طبعا هيطلب منها أو هيسألها
to calm down، تهدى، because George is just a foolish man، لأنه هو شخص إيه foolish يعني تافه. Mother told Chris، إن أمه طبعا أخبرت كريس that George and his family، إن جورج والعيلة بتاعته hated them يعني كرهوهم، and asked him، وطلبت منه to tell Anne، إن هي تقول لي إيه Anne to go home، إن هو يذهب إلى المنزل، with George، مع جورج، when he comes، لما إيه عندما يأتي، عندما يأتي. بعد كده هنا عندنا طبعا Anna dressed up and appears on porch. Anna asks Katie if she is feeling well. هتسألها أو هتطلب منها لو هي بتشعر إن هي كويسة. Katie says that أو says it doesn't matter، إن هنا الموضوع مش مهم جدا، as some people live، إن بعض الناس بيعيشوا longer، أطول، when they get sick، لما إيه يمرضوا. Mother goes into the house، الأم طبعا هتدخل المنزل. Anna asks Chris to tell his mother، Anna هتطلب طبعا من كريس إن هو يقول له مامته about their plan، عن خطتهم to get married، إن هما إيه يتزوجوا. Chris says they are getting here in better mood، طبعا إن هما إيه في مزاج أحسن، before telling here، قبل إيه ما يقولوا لها. Chris goes into the house، كريس هيذهب للمنزل to know، عشان يعرف when George gets there، لما جورج يصل هناك. So enters as it is getting dark، so طبعا هتدخل لما الجو يظلم. So tells Anne that she is looking for her husband Jim، بتدور على مين؟ زوجها جيم. Anne tells her that he drove، هتقول لها طبعا ان هو ساق to pick George up، عشان ايه يوصل جورج. So and Anne are discussing، بيناقشوا Anna and Chris marriage، اللي هو ايه الزواج بتاع مين؟ كريس. So says it is very unusual، غير عادي جدا، to marry the brother of her sweetheart، ان هي تتزوج ايه باخيها ايه حبيبها يعني. So is better، so طبعا ايه is better against Chris، is very طبعا unusual، yes، because Chris encourages Jim to do medical researches، طبعا هيطلب منه ان هو ايه، او طلب منه ان هو يعمل ابحاث طبية، which cost Jim، هتكلفهم too much، الكثير. He wanted Jim to be an ideal doctor، او عايز ان هو يكون طبعا دكتور مثالي. So tells Anne that Chris takes money out of his father's business، يعني خد الأموال من إيه، من العمل بتاع بابا. And Joe is responsible، وجو هو المسؤول for killing the إيه pilots، اللي هم قتل إيه الطيارين. Everyone in the neighborhood، كل واحد طبعا في المجاورة أو المكان knows that Anna doesn't believe so، إن هي ما بتصدقش so. Anna says that Chris will not take any money، مش هياخد أي أموال، if he knows there is something wrong، هو يعرف إن في حاجة إيه أو أي شيء خطأ. أوكي. So tells Anna that Chris turns her husband crazy، إن حولت زوجها إيه crazy، إلى الجنون، with his phony idealism، طبعا إيه بسبب مثاليته الكاذبة، مثاليته إيه الكاذبة. بعد كده هنا كريس انترز اون بورش، كريس طبعا هيدخل على ايه، يظهر في الشرفة يعني. اوكي. كريس اسك سو تو جو اب تو ماذر، هيطلب منها ان هي تذهب ليه للام، وتعمل ايه عند كوم هير داون، وتهديها. سو اسك ويذر ماذر نوز اباوت زير لاف، اذا كانت الام تعرف اي شيء عن الحب. كريس سيز شي سينسز ات، كريس قال ان هي ايه بتحسه. So goes up to mother، so هتطلع طبعا للام. كريس tells Anne that so is a great nurse، ان هي ممرضة ايه عظيمة. Anne tells him that so despises، ان هو بيحتقرها، او so بتحتقره، okay him، because she thinks that، لان هي تعتقد Joe is guilty، اللي هو مذنب، as all people know، طبعا زي ما الناس كلها تعرف. كريس سيز it doesn't matter،
ان مش مشكله what they think اللي هم ايه بيعتقدوا فيها او بيفكروا فيها. انا سيز شي doesn't care مش مهتمه, but why you Chris denies the ايه trouble يعني بينكر ايه المشكله. كريس doesn't want Anna to feel there. كريس مش عايز أن هي تشعر ان there is something wrong ان في حاجه خطا. Anna tells him طبعا هتخبره she never suspected ان هي عمرها ما تشك فين او شكت في جو. كريس tells here وكريس هيخبرها he won't forgive انه مش هيسمح او يسامح his father أبيه if he is guilty يعني إيه إذا كان إيه مذنب إذا كان إيه مذنب. وبعد كده هنا عندنا طبعا جو كيلر appears on porch هيظهر طبعا في الشرفة. مين جو كيلر؟ جو كيلر joins them يعني هيلتحق بيهم أو هينضم لهم and tells the young lovers وهيخبر إيه الشابين الصغيرين دول اللي بيحبوا بعض that he has to shave to look smart ان هو لازم يحلق عشان يبدو ايه ان هو سمارت يعني ايه انيق. On the big night في الليلة الكبيرة of their marriage من الزواج بتاعهم جو tells them جو يخبرهم that he will find a good job for George يعني هيحصل على وظيفة ايه جيدة لميل جورج as he has many friends عنده اصدقاء who are lawyers بيكونوا ايه محامين. جو says he will do that جو طبعا هيقول ان هو هيعمل الحاجة دي for Chris لمين لكريس هو will be Anna's husband اللي هيكون زوج مين أنا. He wants to hire Steve also after releasing from the prison ان هو ياخده طبعا ايه يستأجره بعد ما ايه يطلع او يطلق سراحه من السجن بعد 18 شهر طبعا 18 months later. جو wants to do a favor كان عايز يعمل معروف for Anna لمين لأنا and her father باباها and thinks that Joe will make her father a partner هتخلي باباها ايه او جو هيخلي باباها ايه a partner شريك. But Joe assures he will give him هيأكد ان هو ايه او يطمنه ان هو يعطيه a good job وظيفة only. Chris opposed Joe جوز ايديا طبعا ايه اكد على فكرة ايه ان giving ستيف ا جوب اعطاء ستيف ايه وظيفة as he had done wrong لانه طبعا ايه ارتكب عمل ايه خطأ. بعد كده جو exists as ليديا comes from her house جو هيكون موجود طبعا لان ليديا هتيجي من المنزل بتاعها. ليديا تيلز جو that she will fix Katie's hair هتصلح ايه او جو becomes happy جو طبعا هيصبح سعيد عند تيلز ليديا ويقول لليديا to make Katie looks very beautiful tonight ان تخليها طبعا الليلة دي جميلة جدا. جو sings as he enters the kitchen يغني وطبعا بيدخل ايه المطبخ. وجيم هنا fetches جورج يحضر مين جورج. جيم بيلس walks rapidly هيمشي طبعا بسرعة tells كريس وهيخبر كريس that George waits in the car ينتظر في السيارة and there is blood in his eyes وفي دماء فين في عينيه. جيم advises Anne to take George somewhere هتنصح ان هو ايه ياخد جورج الى مكان ما and talk to him alone ويتحدث معه ايه على انفراد. وكريس هنا doesn't listen to Jim مش هيستمع لجيم saying that no one is afraid of him ان مفيش احد يخاف من جورج. بعد كده الحاجات طبعا اللي دي اللي موجودة هي طبعا parties in dialogue اللي هو ايه الديالوجات المحادثات اللي حصلت تمام. ممكن احط لكم طبعا النسخة ايه البي دي اف موجودة تحت الفيديو عشان خاطر ايه تبقوا تقروها. تعال نشوف السؤال الاول هنا بيقول لك he's worried when he's worried he sleeps الكومنت ده مين اللي قاله؟ اللي قاله طبعا كاتي said that to Chris قالت الكلام ده لكريس when he asked her لما هو سألها why his father is sleeping ليه باباها نايم
so much كثيرا. Joe was worried. Joe كان قلقان as George was coming، لأن جورج كان جاي and might open the old case again، ولأنه هيفتح المشكلة أو القضية مرة إيه أخرى. في question number 2 هنا بيقول لك when George goes home، لما جورج طبعا هيذهب للمنزل، tell her to go with him، قول لها إن هي تروح معاه. والكومنت ده مين اللي قاله؟ اللي قالته طبعا ايه، كيتي said that to Chris asking him to let Ann، تطلب منه انه يسمح لأن go with George، ان هي تروح مع جورج. كيتي told Chris، كيتي طبعا اخبرت كريس that the divers hate them، ان divers ايه بيكرههم. في نمبر 3 هنا بيقول لي we are going to tell her tonight، احنا هنخبرها الليلة. وطبعا مين اللي قال الكومنت ده؟ اللي قال الكومنت ده طبعا انا سيد ذات تو كريس، قالت الكلام ده لمين؟ لكريس، اسكينج هيم تو تيل كيتي، ان هي تقول لكيتي اباوت زير بلان، خطتهم تو جيت مارد، ان هما ايه يتزوجوا. كريس تولد هير، وكريس طبعا اخبرها زي هات تو جيت كيتي انتو جود مود، ان لازم هما يدخلوا كيتي في مزاج جيد before telling here، قبل ما ايه يخبروها. question number 4 بيقول it's very unusual to me marrying the brother of your sweetheart، يعني غير عادي جدا ان انت تتزوجي مين؟ اخويا اللي هو يعني ايه المقرب لقلبي يعني. والكومنت ده مين اللي قاله؟ so said that to Anne while discussing Anne and Chris marriage، وهم طبعا بيناقشوا ايه الزواج بتاع كريس ومين وان. So didn't like the idea، so ما حبتش الفكرة of getting married، من الزواج to the brother، من اللي الاخ of her sweetheart. Anna didn't agree with her، وانا ايه لم تتفق ايه معها. question number 5 هنا بيقول لي when you take up housekeeping try to find a place away from here، comment مين اللي قال الكومنت ده؟ قلت so said that to Anne asking her to take Chris away، طلبت منها ان هي تاخد كريس بعيدا from there، من هنا after marriage بعد الزواج. so said that Chris turns her husband crazy، سألت لها طبعا ان كريس هيحول زوجها الى جنون with his idioms، بالمثالية بتاعته Anna thought so was kidding، انا اعتقد طبعا ان سو كانت ايه بتمزح يعني. وفي question number 6 هنا بيقول كريس is working with his father، كريس بيعمل مع باباه. isn't he he's taking money out of that business، ان هو بياخد مال من ايه من هذا العمل. الكلام ده سو said that to Anna attacking كريس، كانت بتهجم او هجمت على كريس because he works، او بتهاجمه لأنه هو كان يعمل with his father مع بابا and takes money وياخذ الأموال. So think that Joe was responsible for killing the 21 pilots، إن جو ده كان هو المسؤول عن قتل كام 21 من الطيارين. and Chris is wrong، وإن كريس ده كان خاطئ أو مخطئ to support him، إن هو يسنده. Anna didn't believe here، أنا طبعا إيه ما صدقتهاش. في question number 7 هنا بيقول لي he's driving my husband crazy with his phony idealism comment، اللي قالت الكلام ده so told Anna that Chris spoils her life، spoils their life هنا يفسد علاقتهم by making Jim، لما بيخلي Jim thinks to be an ideal doctor، لما يخليه يفكر او يعتقد ان هو دكتور مثالي. he encourages Jim، طبعا بيشجع Jim to do costly medical researches، طبعا بيشجعه ان هو يعمل ايه ابحاث طبيه ايه مكلفه. في question number 8 بيقول لنا the woman hates you، she despises you، she says they think Joe is guilty comment، اللي قال الكومنت ده انا told Chris that so hates him and despises him، طبعا بتكرهه وتحتقره because he works with his father، لأنه بيشتغل مع أبيه. هو is guilty of killing the 21 pilots، اللي هو المسؤول عن قتل كام 21 من الطيارين. كريس didn't care about what people think، كريس طبعا لم يهتم بالكلام اللي بتقوله ايه الناس. في question number 9 هنا بيقول do you think I could forgive him
if he done that thing. في الكومنت ده مين؟ كريستا told Anna that he would never forgive his father، ان هو مش هيصفح او يسامح ابيه if he was guilty، لو كان طبعا ايه مذنب of killing زي بايلوس عن قتل الطيارين. he would refuse، وان هو كان هيرفض to work يعمل with him معه or take money from the business، او ياخد اموال من ايه من العمل. في question number 10، في 10 هنا بيقول I'm very friendly with some big lawyers in town. I could sit George up here. الكومنت ده قاله جو كيلر said that to Anna telling her that he would find a good local job، انه يقدر يلاقي وظيفة محلية for George. الميل George he wanted to help the divers. في question number 11 will I like you and George to go to him in prison and tell him that Joe wants to bring you into business when you get out. الكومنت ده قاله مين؟ جو كيلر قاله لمين؟ لأن asking her to go to prison، طلب منها ان هي تذهب للسجن with George and tell their father، ويخبره باباهم that he would hire Steve after being set free، ان هم طبعا ايه هي يتأجروا طبعا ستيف ده بعد ما يطلع او يطلق من صراعه من السجن. كريس اوبوز جوز ايديا، يعني اكد على يعني اللي هو ايه عارض طبعا ايه الفكرة. as جورج is very angry، جورج غاضب، he asked Anna to drive him away، طلب من أنا ان هي ايه يعني توصله ايه بعيد يعني. بعد كده الجزء اللي بعد كده هو question with answers. السؤال الأول هنا بيقول لي why was Kate worried the day of Chris and Anna's engagement؟ ليه كانت طبعا كيت قلقة يوم خطوبة أنا وكريس؟ طبعا هي كانت كيت was worried، كانت قلقانة that George might reopen the old case، إن هو يفتح القضية القديمة صص there would be fight، ممكن يكون في شجار and argument وخناق which she couldn't bear، مش هتقدر ايه تتحمل. جورج never stopped accusing killer، طبعا جورج ما توقفش عن ايه اتهام killer of the crime، ايه الجريمة. في question number 2 هنا بيقول له why does the so hate Chris؟ ليه سو بتكره كريس؟ so thinks that Chris destroys her family، بتعتقد ان كريس ده دمر عيلتها with his phony idealism، طبعا بإيه؟ بالمثالية الكاذبة. he encouraged Jim، بيشجع جيم her husband to do medical researches، إن هو يعمل أبحاث طبية which cost Jim too much، اللي هي بتكلفهم إيه الكثير. و question number 3 هنا بيقول له what favor؟ favor هنا اللي هو المعروف to so ask Anna to do for her، المعروف اللي طلبت سو من أنا ان تقوم بيه لها. سو اسكس أنا تو ليف ويز كريس افتر مارج، طلبت منه ان هي طبعا طلبت منها ان هي ايه تغادر بعد الزواج تو ا بليس اواي، الى مكان بعيد فروم ذم، بعيد عنهم يعني. سو دازنت وونت، سو ما كانتش عايزه ايه ان كريس تو سبويل جيم هير هازباند، ان يفسد جيم ايه زوجها. شي از ا براكتيكال وومان، هي سيده ايه أو زوجة إيه عملية. وفي question number 4 هنا بيقول له why did so tell Anna about Joe Killer؟ ماذا قالت سو عن جو كيلر؟ سو told Anna that Joe Killer was guilty of the crime، هو المذنب بتاع الجريمة، وإن all people in the neighborhood، إن كل الناس في المنطقة knew that، عرفوا إيه الكلام ده. في question number 5 هنا بيقول له why did killer sleep for a long time؟ ليه نام فترة كبيرة جدا killer the day of Anna and Chris's engagement، نام كتير قوي في خطوبة Anna وكريس. killer slept too much because he was worried، كان قلقان that Anna and George might reopen the old case، إنما يفتحوا القضية القديمة and disturb him ويزعجوه. و question number 6 هنا بيقول how did killer offer to help the divers؟ ازاي طبعا killer عرض المساعدة على عائلة ديفر؟
جو كيلر تولد أن ذات هي وود فايند أ جود لوكال جوب، هيلاقي طبعا وظيفة مين؟ لجورج أز أ لوير، كمحامي. هي وود جيف ستيف أ جود جوب، ويدي طبعا ستيف وظيفة إن هيز بيزنس، في العمل بتاعه، after getting out of prison، بعد ما يطلع من إيه؟ من السجن. في question number 7 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي why did Chris oppose his father's idea؟ ليه طبعا عارض فكرة أبيه of giving a job to Steve؟ Chris saw that Steve had done wrong، يعني هو عمل حاجة خطأ، and put them in a trouble، ودخلهم فين؟ في مشاكل. He thought it wouldn't be good for his father، واعتقد ان مش هيكون كويس لأبيه if he did so، because he would be misunderstood by the people، لأن الناس طبعا هتسيء فهم ايه الموضوع ده. What advice، ما هي النصيحة did Jim give to ايه أنا، اللي اداها جيم لمين؟ لأن عند كريس وين جورج got home، لما وصلوا ايه البيت، لما جورج طبعا وصل ايه البيت، جيم ادفايزز هيم انه تو جيت هيم انتو ذا هاوس، ان هو طبعا نصحته ان هو ما يدخلش البيت، as he was very angry، غاضب، it was better to speak، واحسن ان هو ايه تتحدث معاه، with him somewhere alone، مكان ما ايه على مفردهم، يعني يبقوا مفردهم away from Katie. Question number 9 هنا بيقول What did Chris say when Jim warned them against George؟ ماذا قال كريس عندما حذرهم جيم من ايه؟ من جورج. كريس said they would welcome George، هيرحبوا بجورج in a friendly way، بطريقة طبعا ودودة، and no one in the house، ما فيش أي حد في المنزل، was afraid of him، كان خايف منه، كان خايف منه. ده بالنسبة طبعا لمين؟ اللي هو البارت 1 اكت ايه 2، بارت 1 اكت 2. اوكي، اتمنى ان احنا طبعا نكون استفدنا ايه من الفيديو. ثانك يو، جود باي.